السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. افتح المسنوي من مقر جريدة أصوات. كنقدم التهاني والتبريكات لرأس السنة الميلادية لصاحب الجلالة سيدي محمد السادس وللأسرة العلوية الشريفة وللشعب المغربي من طنجة للقويرة وكذلك للجالية المغربية عبر العالم. كنقدم لهم أحر التهاني وأحر التبريكات بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة السنة الميلادية 2021، بكل خير والامتنان وكل التقدير والاحترام. تحياتي لكم وشكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.